حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن ابي عدي وسهل بن يوسف عن سعيد عن قتادة عن انس رضي الله عنه: ان النبي صلى الله عليه وسلم اتاه رعل وذكوان وعصية وبنو لحيان، فزعموا انهم قد اسلموا واستمدوه على قومهم، فامدهم النبي صلى الله عليه وسلم بسبعين من الانصار، قال انس: كنا نسميهم القراء. يحطبون بالنهار ويصلون بالليل، فانطلقوا بهم حتى بلغوا بئر معونة غدروا بهم وقتلوهم، فقنت شهرًا يدعو على رعل وذكوان وبني لحيان، قال قتادة: وحدثنا أنس أنهم قرأوا بهم قرآنًا: ألا بلغوا عنا قومنا بأنا قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا، ثم رفع ذلك بعده.